على الشاور يا ولد. يلا بيه وجوز الزاد دول اهل المدينه. بارك الله فيك. جبس عراق مويراني بلاش عراق من امله نفسك متظاهر. جبس عراق مويراني شباب اهل نفسك شباب. جبس عراق من امه مويراني شباب. جبس عراقي عراقي يابا بالعراق بالعراق يابا شباب مويراني. جبس عراقي اهل نفسك متظاهر.
نقبلها نفسك بلاش متظاهر. جبس عراقي مو ايراني شباب، لهي نفسك شباب متظاهر لهي نفسك. يلا شباب جبس عراقي، شباب جبس عراقي لهي نفسك بلاش مو ايراني شباب. منو بعد جبس عراقي لهي نفسك متظاهر بلاش، عراقي مو ايراني بلاش. كلهم نحاسبهم وكلهم نحاكمهم وان شاء الله منتصرين. شكرا حبيبي. Thank you.
هلا بيهم هلا بيهم هلا بيهم هلا بيهم هاك ابو العلم ابو العلم ها انت انت سمير هلا بيهم هلا بيهم هلا 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 بيهم. طبعا الموضوع هو مستقل ما له علاقه بوزاره الصحه، هو عباره عن مجموعه صيادله تجينا مساعدات من عندهم عن طريق ادويه مغذيات سوالف، هي عباره عن صار اشتراك عام كل الصيادله تقريبا، فهذا ما يمثل مكان معين، يمثل صيادله العراق كلهم تحت خيفه ثقافه الصيادله يعني. يعني صراحه مو كلش حالات خطره، البارحه جتنا حالات خطره تقريبا ثلاثه من صار ضرب، اكثر الحالات اللي تجينا يجيك مثلا يصير عنده فراكشر كسر معين او يصير اختناق اكيد 100%، فاحنا موفرين هاي كل هالشغلات الطارئه، بنفس الوقت شفنا الناس بدات تطلب شغلات يجي ابو السكر وابو الضغط وغيرها، بنحاول نوفر لهم اياها. اكيد تبرعات تبرعات كلها تبرعات من الصيادله كلهم، الصيادله كلهم يشتركون بها تبرعات اكيد. تجينا علاقه حتى ما يقبل يقول اسمه منو. احنا هنا خيمه نقابه الصيادله واللي موجودين بين صيادله بين كادر طبي يجون يساعدونا، وحتى كمساعدات تجي حتى مرات من خارج الفئه الصيدلانيه. الكل يشارك يعني من كل المستويات، من كل النساء رجال، يعني اي واحد يقدر يقدم مساعده يقدم مساعده في سبيل ذول يعني الشباب اللي يجونا اسعافات اوليه تداوي مباشر نسوي لهم، جهاز ضغط جهاز سكر اللي نقدر عليه نقدمه في سبيل الناس الموجوده. ما نقدر نقول محتاجين يعني، تقريبا كل شيء موجود يعني، التبرع ده يصير بشكل فوق المتوقع بصراحه يعني، فما دلحق ده شوف انت قدامك يعني يجيب لنا الاحتياجات ده نصفط وده ننطر المفارز اللي ورانا، فصرنا احنا بدل ما احنا مفرزه صرنا عباره عن مخزن نجهز البقيه. بسم الله الرحمن الرحيم. من منطلق انساني ووطني بادرت نقابه الصيادله نقابه صيادله العراق الى انشاء هذه الخيمه لغرض تقديم الخدمه الطبيه للاخوان المتظاهرين واسعاف الحالات الطارئه من المصابين وذوي الاحتياجات في المظاهرات. وطبعا هذا الشيء انطلق من واعز انساني اولا ومن واعز وطني ولتلبيه مطالب المتظاهرين اخواننا المتظاهرين المتواجدين في ساحات المظاهرات او الاعتصامات. بالحقيقه كاحصائيات رسميه اقدر اقدمها عن اعداد المصابين يعني ما اقدر يعني اقدم احصائيه دقيقه، لكن اليوم احنا نقدم اسعافات على مختلف المستويات، اكو احيانا حالات بسيطه مثل حالات يعني الاصابات البسيطه جدا او السطحيه، واحيانا اكو حالات اختناق ممكن نسعفها، لكن تعرف هذه الخيمه هي لها دور معين تقدر تقوم به في الاسعاف وتقديم الخدمات لحالات الطارئه. في الاغلب العام الحالات الاصابات الشديده يتم ارسالها الى المستشفيات والى الدوائر المختصه لتقديم عنايه اللازمه لها. احنا كليتنا الشباب بادرنا بنخدم المتظاهرين، واحنا اول ناس متظاهرين ان شاء الله، بس قمنا نخدمهم يعني ايش عندنا من امكانيه قمنا نخدم المتظاهرين، لان هاي مظاهرات شعب مو مظاهرات احزاب لو شيء، اي حزب ما نستقبله بالمظاهرات. قدم لهم شيبس اليوم، احنا يومين نقدم لهم شيء، يوم اكل تم المرق ما ادري لفات، اليوم شيبس حبين له يوم شيبس. كل شيء سوينا لهم شيبس عراقي، لا ما نريد بعد من اي دوله، عراق احنا نريد ان نشغل 100% عراق، هذا عراق خالص. والله مبادره ابسط ما نقدمه للشعب العراقي، هذا فشيء بسيط وبعد منصورين ان شاء الله. رسالة ونصيحة لمحمد الحلبوسي عادل عبد المهدي للحكومة كلهم ما بدون استثناء، عوفوا الشعب، الشعب سنة وشيعة اخوان، الشعب متكاتف، انتوا مناصبكم تتعاركون عليها، احنا ضدكم، احنا ضد الطائفية، اخوان سنة وشيعة، اخوان مسيح واسلام وكل احنا بلد واحد، لا تصدقون ولا تعتقدون هذا البلد نعيفة، 100 سنة 1000 سنة اشبوك تنطلع من عندكم. عادل عبد المهدي عندي سؤال لك، تقول احنا نعطيكم 130 ألف، انا اقبل 130 ألف، بس اقبل 130 ألف بشرط اطلبك انت مال سنة واطلب العبادي مال 4 سنين
واطلب المالك مال 8 سنين. يعني انتم كان كنا فر 130 وانتم ماكلي علينا. اعيدها لك عادل عبد المهدي، اطلبك مال سنه و27 يوم تقريبا، واطلب المالك مال 8 سنين، واطلب العبادي مال 4 سنين. اعطونا حقنا، اعطونا وطن، اعطونا بلد، لا تخلون بلدنا. بلدنا عزيز، بلدنا عزيز. طبعا اختاريته لان الحكومه ورجال الدين كلهم حاربوا هذا الجيل، جيل البوبجي، يعني حاربوه. وطبعا هم هذا الجيل هو جيل الابطال وجيل الثوار، وعلى مر الزمان ما اجى جيل نفس هذا الجيل، وان شاء الله هذا الجيل الطهوة شهداء، وان شاء الله ناخذها الخضراء، وان شاء الله كلهم انقيلهم وكلهم نصعدهم محكمه. شكو سياسي من 2003 لهذا اليوم شارك بقتل المتظاهرين، وشارك بقتل العالم، ونهب وسلب باموال الدوله. ان شاء الله كلهم نحاسبهم وكلهم نحاكمهم، وان شاء الله منتصرين. احنا كان حلمنا نشوف بغداد هيجي ملونه كلها الوان. اليوم سمعت انا صوت صديق اخوي الشهيد صفاء، فرحان لي هو مكان احبه هنا، وعايش انا كاتبه عايش هنا، ما ميت هو، موجود ويانا على صدورنا، وراح يكون موجود هنا بهذا النفق. هاي المبادره طلعنا حتى نشوف العالم انه اللي طالعين مو بس طالعين حتى ممكن يفكرون انه مندسين او نقاتل، احنا فنانين. هاي فرشتنا، دا نرسم احنا، دا نلون بغداد، دا نطلعها اجمل مثل ما هم سودوها، احنا راح نلونها. ايوه
Thank you.
أولا الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار والشفاء العاجل إن شاء الله لجميع الجرحى، وألف تحية وسلام لكل المتظاهرين العراقيين الذين وقفوا صفا واحدا بهذه المطالبة بحقوقهم المشروعة والمسلوبة. اليوم نريد نطالب أن أولا القبض على المجرمين الذين قتلوا الشهداء، ثانيا المجرمين الذين المفسدين والسراق الذين نهبوا البلاد من 2003 لحد الآن، ثالثا إجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف الأممي. أكيد وحدة الشعب العراقي لهم يوم نشوفهم صف واحد يعني بتلاحم كبير من جميع المحافظات. Look. Okay.